انطلاقة فتحت البوابات على بركة الله في ختام أشواط هذه الأمسية في حفلنا هذا الأمسية الجميلة، حفلنا العاشر إنتاج السعودية التي ربحت من سباق إلى انتصارين في سجل السباق وقيمة الجائزة 90,000 ريال. يحاول التقدم سريعا رقم 5 يترنم إلى المركز الأول، بينما معروف في المرتبة الثانية والمطاردة من بقية الأسماء، وشاهد أيضا زملوقة وفضية في المرتبة الثالثة والرابعة. التقدم من قبل فضية، هل يواصل الصدارة والانطلاقة الجميلة؟ يترنم إلى المركز الأول وكذلك معروف في المرتبة الثالثة والرابعة. مشاهدين الكرام، ضيوفنا الأعزاء، شاف أيضا يحاول أن يتقدم مع أيضا الملهب، وكذلك أشاهد حماد ربو يتقدم من المسار الخارجي في المرتبة الثامنة، وكذلك مريع في المرتبة السابعة من المسار الخارجي يترنم، لا يزال في المرتبة الأولى، معروف في المركز الثاني، وكذلك صلوحة يحاول أن يتقدم مع عبد الله الفيروز من المسار الخارجي، معروف وصلوح وصلوح معروف بداية الأربعمائة متر المثيرة. الأحمر يبدأ عبر معروف مع عبد الله العوفي، معروف يتقدم من المركز الأول، وصلوح قادما في المرتبة الثانية، معروف يتقدم، الأزرق قادما، الشعار الأحمر بقوة عبر معروف ابن بلوتيك الفورس، معروف ما شاء الله تبارك الله، معروف في هذه الأثناء ودخول صلوح، ولكن معروف على خط النهاية، على خط الإثارة، معروف ما شاء الله تبارك الله يضيف